اهلا وسهلا بالشياطين الحمر، اهلا وسهلا بين اخوان واهل. الفرحه امتنا، فرحنا بالخبر يوم قالوا الاهلي ببطاله وصل. الدار زانت والمقاوير الخضر، قاموا بواجبهم كل شيء اكتمل. شلنا البيارق وارتكز قوس النصر وكل الجماهير اهتفت باسم البطل. كلنا حبايب من قديم واحنا مصر، ويجمعنا الاخلاص في درب العمل، واليوم في درب الرياضه نفتخر. هذا التجمع كلنا فيه نحتفل، واللي سعى جمع الاحبه ما خسر. هذا فهد الاحمد وله كل الفضل. حيوا معي العربي وكل من حضر، جعل الفرح دايم علينا يستهل. هذه القصيده أداد فيها الشاعر سلطان عبد الله السلطان. حكم المباراة جواد عاشور، ماجد وعلاء. ماجد فيها فاول، هذه على عبد الصادق ثلاثة، وفاول للعرب. ماجد سلطان، ماجد لعب أرضية، لعب توصل عبر جاي. الشوط الاول، هذه عادة. شايف عنبر سعيد يحط له هدف ملعوب، تقدم وهجمه للعربي من دني، يلعبها لعنبر سعيد وفي فاول على تسلل على عنبر سعيد. وهذا حكم مباراه جواد عاشور، من لاعبينا ايضا الدوليين السابقين. طابع المباراه بين الفريقين الحقيقه مثل هذه اللقاءات تزيد حياة اللعب. تعال الهدف الثاني لسامي الحشاش العربي. سامي الحشاش يحط الهدف الثاني، وكرامي غير متوقع. سامي الحشاش يفاجئ كرامي بهدف ثاني. هذا سامي سد العربي، الهدف الثاني بالدقيقة 24. شايف هذا كرامي، هذا كرامي يتفاجأ بهدف سامي.